حرمان تلامذة الدورة الاستدراكية سلك البكالوريا من مدى ملائمة التكوين الجامعي لحاجيات سوق الشغل للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، مدى استجابة التكوين الجامعي لحاجيات سوق الشغل من أجل تحقيق إدماج اجتماعي ومهني أفضل خريجي الجامعات؟ شكرا. شكرا سيد النائب. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، هنا هذه القضية ديال ملائمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل هذا من إحدى أهم انشغالات الوزارة، واليوم وضعنا واحد خريطة الطريق تتضمن مجموعة من التدابير لتصدي لهذه الإشكالية. بعد الخطاب الملكي السامي ديال 20 غشت اللي طلب فيه سيدنا الله ينصر الحكومة باش نأهلوا الشباب حتى يمكن أن يلجوا سوق الشغل، درنا واحد اليوم وطني في مراكش في أكتوبر المنصرم باش نعاودوا النظر في الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة حتى نمنح لهذه الطلبة مهارات وكفايات ذاتية وحياتية والتمكن ورفع القدرات ديالهم ايضا لولوج سوق الشغل. غير ما نغفلوش واحد الجانب اللي مهم، كانت واحد المبادرات كبيره منذ اعتماد منظومه ال ام دي اجازه ماستر دكتوراه، هي احداث الاجازات المهنيه والماستر المتخصص اللي اليوم كيعرف واحد نسبه الانسيرسيون الولوج لسوق الشغل جد مهمه اللي كتجاوز 90% بالنسبه لواحد العدد ديال التكوينات، وكان واحد العمل كبير مكثف من طرف الجامعات باش كتوضع واحد التكوينات حسب الطلب ديال سوق الشغل. اللي ما نساوش هو بان القدره على الاقتصاد الوطني لاستقطاب الخريجين، كاين اليوم 250 الف خريج من الجامعات من التكوين المهني سنويا، والاقتصاد الوطني كيحدث 100 الف منصب شغل، دونك المعادلة شوية صعبة، لهذا ما نغفلوش هذا الجانب ديال القدرة الاقتصادية على استقطاب هذا. الوزير شكرا. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيد الوزير، احنا الجواب ديالكم كان واضح في هذه خريطة الطريق اللي تكلمتوا عليها، لكن احنا لو حبذا السيد الوزير تكون بعد التوجيهات حسب العرض والطلب اللي كيكون في سوق الشغل، واللي كيمكن لكم في اطار التضامن الحكومي يكون عندكم هذه الاحصائيات. بعد الطلبه تيكونوا تالفين ما عارفينش غيعملوا، على الاقل تكون واحد الخاليه في وزاره التعليم اللي كتوجه هذه الطلبه حسب العرض والطلب. شكرا. شكرا سيدنا المحترم. كان شي تعقيب اضافي؟ تفضل السيد النائب من فريق العدالة والتنمية. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، نريد أن نثير انتباهكم إلى أن مجموعة من الجامعات مؤسسات التكوين المهني تقوم بحرمان طلبة الناجحين من شواهد النجاح في وقت مبكر، مما يحرمهم من إجراء مجموعة من المباريات المهنية ولوج مجموعة من الإجازات المهنية جامعات دولية. نشكركم على التفاعل مع الملفات التي نحيلها عليكم، ولكن بغينا حل مستدام وجذري لهذه الإشكالية المتكررة باستمرار. شكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ لا يبدو. رد سيد الوزير. غير بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة اللي طرق لها السيد النائب المحترم، هذا المشكل كيعني غير مؤسسات التكوين المهني، وراسلنا السيدة المديرة العامة باش اليوم كنطوروا هذه المنظومة باش نمنحوهم الشواهد ديالهم في أقرب وقت. شكرا لكم. شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم في هذه الجلسة.